بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا ومتابعينا في قناة أخبار عاجلة أهلا بحضراتكم من جديد وأبرز التعليقات على تتويج الزمالك ببطولة كأس مصر للمرة 27 في تاريخه في البداية بدعوك عزيزي المشاهد لو كنت مشاهدنا لأول مرة اشترك معنا في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك منا كل جديد نتعرف مع حضراتكم على ابرز التعليقات التي صدرت بعد تتويج الزمالك ببطوله كاس مصر، حيث توج نادي الزمالك بقياده المدرب الصربي ميتشو بلقب كاس مصر للمره 27 في تاريخه بعد ان انتصر على منافسه بيراميدز بنتيجه ثلاثه اهداف دون مقابل، وذلك في المواجهه التي جمعت بين الطرفين على ملعب برج العرب بالاسكندريه مساء اليوم الاحد. وبارك محمود كهربا نجم نادي الزمالك السابق لجماهير الابيض بعد التتويج باللقب وذلك عبر حسابه على انستجرام حيث كتب مبروك لجماهير نادي الزمالك واخوات الرجاله الف مبروك. وفي هذا الصدد ايضا اعرب ايمن عبد العزيز مدرب الفريق الاول لكره القدم بالنادي عن سعادته بتتويج الفريق بلقب كاس مصر بعد الفوز على بيراميدز بثلاثيه نظيفه باللقاء الذي جمع الفريقين وقال عبد العزيز عقب اللقاء ان المباراه كانت قويه وامام منافس عنيد مشددا على ان الفريق قدم مباراه رائعه واستحق الفوز بالمباراه واللقب وتابع قائلا بطوله الكاس ستكون خير افتتاح للموسم القادم وهو الموسم الصعب الذي سيسعى فيه الفريق للفوز بكل البطولات واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن جميع اللاعبين على مستوى مميز والبديل على نفس مستوى الأساسي وهو ما ظهر في الفترة الأخيرة. أما الإعلامي عمرو أديب فقد أكد على سعادته بفوز الزمالك في مباراة اليوم على بيراميدز وتحقيق لقب كأس مصر. وقال أديب عبر برنامجه الحكاية عبر فضائية إم بي سي مصر عانيت من كثرة حديث الناس معي حول نتيجة المباراة اليوم أمام بيراميدز والحمد لله فزنا 3-0 والبطولة 27 والمدرب وشه حلو الحمد لله اليوم كان من الأيام المباركة لأن بيراميدز كانوا جيدين أمام الأهلي واليوم كانوا في حالة سيئة للغاية أريد أن أتلقى التهاني من الجميع ولا أريد أي حد يحدثني عن الفوز بالدوري أو أي شيء آخر وقلب شرح للمدرب ميتشو مصر كلها زملكاوية لا يكشفون عن هذا متخفيين ولا يقدرون على التنفس أو التعبير عن أنفسهم، شيكابالا كان يلعب كرات ملفوفة لفة هدايا، وأرجوكم لا يسألني أي أحد عن الزمالك أو نتائج الفريق. أما الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك فقد علق على الفوز قائلاً: حققت لقب الكأس بعد ثلاثة أسابيع من قدومي، هذا اختبار نهائي ونجحنا فيه، وديسابير المدير الفني لبيراميدز مدرب رائع وجيد، وأداء لاعبي الزمالك رائع والتزموا بالتعليمات، في الشوط الأول كانت المباراة متوازنة وكان من الممكن إحراز أهداف أكثر، لدي لاعبين كبار أصحاب فلسفة قادوا الفريق وأهنئ الجماهير أصحاب القوة الدافعة والميزة في الرواية وهم وراء الفوز. وأنا سعيد بخبراتي الإفريقية ولكن كرة القدم المصرية مختلفة عن إفريقيا، المصريون يعشقون الكرة ورأينا ذلك في كأس الأمم، واختتم تصريحاته قائلاً أحترم الأهلي قبل مباراة القمة في السوبر لأنه قوي بنا ونحن أقوياء به، لا أفكر حالياً في اللقاء وأركز في المواجهة المقبلة ببطولة دوري أبطال إفريقيا. أما حازم إمام نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق فقد علق أيضا على تتويج الزمالك بكأس مصر حيث كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا دي مش كوره دي ألف مبروك للزمالك الفوز عن جداره واستحقاق. في النهايه شكرا لكم مشاهدينا ومتابعينا ولا تنسوا دعمنا بلايك شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.